تجربة الاكس راي. تمام. الجهاز في حاجات الاول عندنا تتظبط فيها قبل ما نشغل التجربة بتاعته. تمام. اول حاجة الشاشة دي لازم زي ما احنا شايفين كده مفيش نقط خالص او دوتس. انا عاملها ارقام صحيحة. تمام. ازاي بظبط الموضوع ده من هنا؟ بص سوري اول ادي الرينج ده الرينج اسمه رينج سيلكت. فلما اجي هنا كده شغال ايه في دوتس بتبان قدامي. لا انا عايزها صحيح بس كده. تمام. دي التشانل سيلكت ان انا بشتغل عندي تشانل 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. لا انا قال لي نشتغل على تشانل 1. ماشي تشانل 1 دي. طيب بعد كده باجي هنا المفروض ان انا عندي بس دي في خط ايه في عندي هنا خطين في خط احمر وفي خط اسود اهو. تمام. لازم اخليهم الاثنين ينطبقوا على بعض كده بس مش على طول. مش على طول يعني من غير لما اقفل دي. لا لازم اقفل اول الغطا. تمام. بس لو قفلت الغطا اظبط بقى من جوه. تمام. هشتغل هنا كمان على 20 من الطاقه اللي طالعه لي من هنا 20 بس. تمام. بعد ما اظبط الخطين وخلاص كده خلصت الظبط بقى بتاع الجهاز ابتدي اشتغل فعلا. طيب هعمل ايه؟ عندي المفتاح ده افتحه هنا كده. تمام. وادوس اشتغل فعلا كده خلاص يبقى انا ظبطت صح. انا كده شغال مظبوط من غير فلتر. تمام. طيب بعد 10 ثواني بالظبط اروح انا جايب بقى الايه الرقم بتاعي اللي هنا على طول بيطلع على الشاشه. طيب نقفل بس. تمام. طيب عندي بقى اي مجموعه من الفلتر اهي كل واحد بسكنس معين. في 25 في 5 دي 5 ايه مثلا دي 25 ودي 1. تمام. ودي 2. اجي بقى ايه اقول لو انا عايز مثلا ال 75 يبقى اخد ال 25 مع ال 50 واروح حاططهم هنا. تمام. حطهم هنا. اهو مثلا الحمد لله ادي ال 50 مثلا وادي ال 25 خلاص انا كده حطيت ال 75 وهكذا. عايز الواحد الواحد اهي موجود عندي على الكاس. عندي فيلم واحد من اهي واحد من اهي. عايز الواحد ونص مثلا اهي حط الواحد ونص بس وهكذا. اشتغل على كل لما اجيب فلتر كل لما عايز سيكنس معين لو السيكنس ده مش هقدر اجيبه بفلتر واحد بجيبه باثنين فلتر او ثلاثه على حسب القيمه ده. بعد ما خلصت التجربه خلاص عندي الجدول ده حملان السيكنس انا خلاص انا ده اللي بحطه. الاول اي بتطلع لي وانا مش حاطط اي فلتر من دول. تمام. الاي دي بتبقى اي نوت يعني دي اي اول اي بالنسبه لي دي اي نوت. تمام. دي اي نوت. هعمل ايه؟ هجيب اللوك بتاعتها وبعد كده بقى اشتغل على السيكنس بقى افضل ازود السيكنس اجيب ابتدي من اول 1 من 10 25 من 100 وهكذا لغايه لما ابتدي اخلص 1 ونص. طيب اللي تطلع لي هنا كده الاي لما احط سيكنس بتطلع لي دي الاي. اروح اعمل لوج الاي نوت على اي يا اما لوج اي نوت على اي او لوج اي نوت ناقص لوج اي بس القيمه اللي هتطلع لي دي خلاص هقسمها على ايه المفروض لما اقسمها على تي تطلع لي الاسلوب. الاسلوب بتاع ايه علاقه ما بين هنعملها ايه ماشي بس نجيب الاول علاقه هنقسم علاقه هنا ما بين اللوج اي على اي الاي نوت على اي وما بين التي. تمام. لو عملت لوج اي نوت على اي على التي تمام هتديني ميو. ليه؟ لان عندي الاي بتساوي اي نوت اي اس سالب ميو تي. لما اجي اعملها باللوج وكده هتطلع ان الميو هي نفسها اللوج اي نوت اي على اي على تي. لما اعمل العلاقه ما بين التي اللي هي السيكنس بتاعتي واللوج اي نوت على اي هطلع على الستوب يبقى هي دي الميو اللي هو طالبه. طيب هو طلب تاني كمان زياده قال لي طب انت هات لي حاجه اسمها اتش في ال اللي هو الهاف فاليو ريل او اللي هو الايه الطول او السكن السوري اللي هو اللي عنده الاي نوت بتقل للنص. من الجراف عندي
المفروض ان انا اساسا جايب اللوك اي نوت دي تمام، جايب اللوك اي نوت، هعمل علاقه ما بين لوك اي نوت وما بين التي، تطلع العلاقه كده تمام. هشوف عنده يعني الاي نوت انا عارف قيمتها مثلا، ونفترض انها مثلا ايه 500 مثلا يعني مثلا، هعمل علاقه بين الاي نوت بقى دي والتي من غير اللوك، ادي الاي نوت وادي التي، اشوف الاي نوت بكام، الاي نوت مثلا ب 500 يبقى عند ال 250 انزل كده اروح جاي على الجراف واروح نازل على التي على مثلا جات لي 2 سم مثلا، يبقى ده بتاع الهاف فاليو. ليه هاف فاليو؟ اللي هو ايه بقى، اللي هو السيكنس اللي عنده الاي نوت بتقل للنص، بتبقى اي نوت على الاثنين. يبقى انا هجيب الاي نوت على الاثنين واجيبها واجي على المنحنى واروح نازل بيها على الايه، على التي بس، واللي هيطلع لي ده هو بالنسبه للاتش في ال اللي هو طالبه بس كده.